بيكم في بودكاست الطبيب المقدم من بوابة دار الهلال. معاكم إيمان عبد الرحمن، وفي كل حلقة هنناقش موضوع أو نصيحة طبية. من أكتر الحاجات اللي ممكن ترعب أي ست هي وجود كتلة في الثدي، وطبعا أول حاجة هتفكر فيها هي الورم الخبيث، وخصوصا لو عندها في العيلة تاريخ وراثي للمرض. فهل التاريخ الوراثي علامة مؤكدة للإصابة بالسرطان؟ ويا ترى مع تطور العلم إيه هو علاج السرطان في الوقت الحالي؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة من بودكاست الطبيب، وهتكلمنا عنه دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحة الثدي. التاريخ الوراثي في سرطان الثدي هل هو علامة مهمة جدا تقولي الحالات هيجيلها كانسر أو لأ؟ عايزة أنبه على معلومة مهمة قوي، نسبة سرطان الثدي الوراثي من مجمل كل السرطانات بتاعت الثدي هو 8% فقط، يعني أغلب سرطان الثدي أو 92% من سرطان الثدي هو النوع الغير وراثي، يعني الحالة ما جالهاش أي حد في العيلة قبل كده جاله سرطان في الثدي، وتبقى الحالة اللي قدامنا أول حد أو أول إنسان في هذه العيلة يجيله سرطان في الثدي. فالنوع الوراثي نوع قليل مش منتشر، قليل شوية الحمد لله طبعا، لأنه هو بيعتبر نوع أجريسيف شوية، أو سرعة النمو بتاعه وسرعة الانتشار بتاعته عالية، وممكن يجي في سن صغير شوية برضو، فمن فضل ربنا أنه هو نسبته قليلة الحمد لله، 8% فقط من مجمل الحالات. طيب مين هو درجة القرابة اللي أنا أقول فيها أن أنا كده تاريخ وراثي موجب ومحتاج أن أنا أعمل متابعة دورية؟ هي الأم، الجدة، الخالات، بنات الخالات، دول كاتيجوري 1، دول أول فئة أقدر أقول عليهم أن تاريخ وراثي قوي. يليهم الجهة الأب اللي هي العمة والجدة من ناحية الأب، وبنات العمات دول الكاتيجوري نمبر 2. يعني نمبر 1 هي اللي من ناحية الأم، الجدة والأم والخالات وبنات الخالة، دول هم اللي نقدر لو أنا عندي حد من دول في سرطان في الثدي إذن أنا بقيت عندي عنصر من عناصر الخطورة اللي هو التاريخ الوراثي، وده يخليني أتابع من سن بدري شوية. إحنا بنقول للسيدات إن إحنا لازم نتابع من عند سن 40 كل سنة، حتى لو ما عندناش أي أعراض أو ما عندناش أي شكوى من أي نوع لازم نروح نعمل سونار وماموجرام كل سنة. طيب اللي عنده تاريخ وراثي هيعمل إيه؟ المفروض بالعلم أو باي بوك يعني إن إحنا بنعمل 10 سنين بدري قبل العمر اللي جالي الحالة. يعني لو مثلا السيدة جالها عند أوائل الأربعينات، يبقى أنا هعمل عند أوائل الثلاثينات 10 سنين بدري، وهكذا. ولو جالها في الثلاثينات يبقى أنا هعمل في العشرينات، لكن مجازا إحنا بنقول إن من سن الثلاثين، لأن فرص إصابة سرطان الثدي بتزيد قوي عن سن الأربعين، فإحنا هنماينس من سن الأربعين ده 10 سنين، ومجازا هنقول اللي عندهم تاريخ وراثي يبتدوا يتابعوا بصفة منتظمة حتى لو مفيش أي أعراض أو شكوى من عند سن الثلاثين. بنعمل سونار فقط لا غير، ولو في السونار أي حاجة أو أي اشتباه من أي نوع بنعمل رنين مغناطيسي، لكن مش بنعمل ماموجرام في السن الصغير، لأن بتبقى كثافة الثدي عالية، وبالتالي مش هنقدر نستفيد كتير طبيا من أفلام الماموجرام في السن الصغير. فالمتابعة الدورية هي حجر الأساس. طب بالنسبة لمعلومة أعمل تحليل الجين، إمتى أقول هعمل تحليل الجينات وأشوف أنا حاملة للجين ولا لا، وبالتالي هيجيلي كانسر ولا لا؟ زي قصة أنجلينا جولي. أنجلينا جولي لما مامتها وخالتها جالهم سرطان ثدي، راحت هي عملت تحليل جينات فاكتشفت ان عندها الجين، فكده هيجيلها سرطان في الثدي، بس الله أعلم إمتى. فراحت عملت إيه؟ راحت عملت استئصال للثدي، وعملت استئصال للمبايض عشان تمنع ان في المستقبل كانسر يجي لها. فالسيدة اللي مش ناوية تعمل هذه الخطوة، انا شايفة ان تحليل الجين مش مهم. لو انا عملته اكتشفت ان عندي الجين، هل عندنا القدرة او الجرأة هنا في مصر ان احنا نعمل استئصال للثدي والمبايض وهم سلام وما عندهمش حاجة؟ لو احنا عندنا هذا التفكير فاوكي ممكن نعمل التحليل الجيني، لانه غالي جدا ومكلف جدا وبيتبعت برا مصر يتعمل كمان. لكن لو انا
هعرف المعلومة وافضل بقى زعلانة بسببها، وافضل اقول يا ترى هيجيلي امتى يا ترى هيجيلي امتى، ومش هاخد اكشن وقائي في ان هو استئصال الثدي والموبايل، يبقى ملوش لازمة ان انا اعمل التحليل دوت وابقى مكلف عليا وعبء طبعا مادي كبير جدا لانه غالي. ده بالنسبة للعامل الوراثي ووجود تاريخ وراثي في العيلة والإصابة بالسرطان. حضرتك كلمينا أكتر عن علاج السرطان، هل في بروتوكول علاج معين ولا لكل حالة ليها البروتوكول الخاص بيها؟ زمان كان علاج سرطان الثدي ان احنا عندنا ورم ندخل نشيله بالجراحة ونحلله وبعدين نشوف هناخد بقى كيماوي واشعاع ولا لا وهكذا. طبعا دلوقتي حصل طفرة علاجية وطفرة تشخيصية في اورام الثدي كبيرة جدا جدا جدا، خلتنا نكتشف طرق حديثة في علاج السرطان واختلاف كمان في انواع السرطان، وبالتالي ما بقاش كل نوع او كل كانسر في الثدي ليه طريقة معينة او طريقة واحدة ده لكل الأورام، ما بقاش فيه باترون معين وبمشي عليه لكل الحالات، لا بالعكس بقى كل حالة ليها الباترون الخاص بتاعها. احنا عندنا أنواع كتير في سرطان الثدي وكل حالة بيبقى ليها البروتوكول الخاص بتاعها. احنا لحد دلوقتي معانا 5 طرق لعلاج سرطان الثدي: الجراحة والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني والعلاج الموجه. الجراحة بتبقى في أغلب الحالات اللي ما فيهاش انتشار برا الثدي، الكيماوي بيبقى برضو في أغلب الحالات اللي معدية المرحلة الأولى، يعني من أول المرحلة الثانية بيبقى أغلب الحالات هتاخد علاج كيميائي. العلاج الهرموني ده مخصص للحالات التحليل دلالات الهرمونات بتاعها طالع موجب، فبالتالي هي هتستفيد من العلاج الهرموني، ودي بتبقى إقراص بناخدها لمدة 5 أو 10 سنين على حسب الحالة، عشان بتبقى بتزود الناحية الوقائية وبتزود فرص ارتجاع هذا النوع من الورم، لأنه يستجيب لزيادة الهرمونات في الجسم، فأنا لما باخد علاج هرموني يقلل هذه الهرمونات بقلل فكرة ارتجاع الورم وفكرة أنه يجي تاني في الثدي التاني. اما العلاج الموجه ده نوع من انواع العلاجات اسمها التارجت ثيرابي او العلاج الموجه، وده ليس كيماوي، بناخده في الحالات اللي تحليل الهرمونات بتاعها بيطلع هيرتو بوزيتيف او الموجه الموجب، فيستجيب للعلاج الموجه، وده نسبته 8% من الحالات، يعني مش كل الحالات بتاخده. لما بنعمل تحليل العينه اللي بالابره القطعه وبناء عليه بنعمل تحليل دلالات الهرمونات لما بيطلع الورم خبيث، بيبقى 3 انواع من دلالات الهرمونات: الاي ار والبي ار اللي هو الاستروجين ومستقبل الهيرتو، وده لما بيطلع موجب بيبقى هنستفيد من العلاج الموجه وبناخد هذا العقار. وبتبقى الحالات دي اغلبها او 98% منها لازم يبداوا بالعلاج الكيميائي مع العلاج الموجه قبل الجراحه مش بعد الجراحه، وعشان كده بنقول انها خطه علاجيه بتتفصل لكل حاله على حسب النوع بتاعها، مش كل الحالات بتمشي على نفس الباترون. الحالات اللي بتطلع هرمون سالب وموجه سالب يعني بنسميها الثلاثي السلبي، دي حالات برضو لازم تبدأ بالعلاج الكيماوي الأول ثم الجراحة. أما النوع الهرموني ده اللي ممكن نبدأ فيه بالجراحة الأول لو الورم في مرحلة بدري مش مرحلة متقدمة، لكن لو الورم كبير وحجمه معدي 5 سنتي بيفضل ان احنا نبدأ بالعلاج الكيماوي الاول ثم بعد كده الجراحة. اخر نوع من انواع العلاج في اورام الثدي هو العلاج الاشعاعي. كل الحالات اللي عملت علاج تحفظي يعني شالت الورم بس وحافظت على الثدي بيبقى لازم تاخد علاج إشعاعي بعد الجراحة. والحالات اللي عملت استئصال كلي ولكن كان في غدد لمفاوية مصابة بيبقى لازم تاخد علاج إشعاعي بعد الجراحة. فيعتبر 90% من الحالات بتحتاج انها تاخد علاج إشعاعي بعد الجراحة والعلاج الكيماوي. دول كده تلخيص بسيط او مبسط لطرق العلاج في اورام الثدي، ويا رب اكون قدرت اوصلها بطريقه بسيطه ان شاء الله. وفي نهايه حلقتنا بشكركم، وفي انتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم على الصفحه الرسميه لبوابه دار الهلال على الفيسبوك. كنت معاكم ايمان عبد الرحمن وبودكاست الطبيب المقدم من بوابه دار الهلال. Thank you.